السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب اليوم غدا الجمعة 8 دجنبر 2023، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية إن شاء الله. فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهد لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم. بالنسبة اليوم غد رياح قوية على الواجهة المتوسطية والجهة الشرقية في نشرة خاصة، فيحتمل رياح قوية بالنسبة ليوم الجمعة استمرار بعض الأمطار الضعيفة المتفرقة على العرائش وتطوان طنجة أصيلة وشفشاول إن شاء الله. بالنسبة خلال يوم السبت كذلك أجواء صافية إلى قليلة السحب مع عودة الأزوري، وكذلك احتمالية عودة أمطار الخير إلى المملكة سوف تقتصر على بعض المدن سوف نقدم لكم في هذا الفيديو. خلال يوم الثلاثاء إن شاء الله والأربعاء عفوا دخول اضطرابات جوية وأمطار حاضرة على عدة مدن من المملكة إن شاء الله، على الشفشاون وكذلك لالا ميمونة إيساق تاونات وقرية أبو محمد والحسيمة والناظور بركان ووجدة إن شاء الله، أمطار حاضرة على سيدي سليمان قيرة أبو محمد وفاس وكذلك مكناس الخميسات والرباط بن سليمان، وبعض الأمطار الضعيفة على الدار البيضاء، أمطار متفرقة على الدار البيضاء وكذلك الرباط، أمطار جد معتبرة قد تكون أحيانا غزيرة على الحسيمة إن شاء الله والناظور إن شاء الله وكذلك باب برد. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى، يوم الخميس يستمر بعض الزخات المطرية على المناطق الشرقية مع أجواء غائمة إن شاء الله بحول الله. خلال كذلك الفترة المقبلة فعموما أجواء ستبقى مستقرة إلى قليلة السحب، لكن التوقعات تبقى بعيدة المدى وقابلة للتغيير مشاهدينا الكرام. سنلقي نظر على التوقعات النموذج الأوروبي كذلك والأمريكي فيشير إلى صور